ناس كتير وانا جايه النهارده قالوا لي هو انت هتتكلمي عن اليد؟ طب ولو اتكلمتي عن اليد هتقولي ايه؟ طب هتتكلمي عن الطايره؟ طب لو اتكلمتي عن الطايره هتقولي ايه؟ انا متفهمه جدا جدا على فكره، فكره ان الناس ممكن تبقى زعلانه، وفكره ان الناس احنا ملوك الصلاه واحنا اللي دايما بنقدر نحقق الارقام القياسيه والبطولات في العاب الصلاه، واحنا اللي لينا تاريخ كبير وحافل في العاب الصالات. فكره ان انا النهارده اقول للجمهور معلش اصبر، وعلشان اصله انت ما ينفعش تهاجم الاداره بالشكل ده، وما ينفعش تهاجم اللعيبه بالشكل ده، وما ينفعش تهاجم الجهاز الفني بالشكل ده، ابقى بطلب طلب مستحيل. يعني الجمهور زي ما هو بيضيف المتعه لاي رياضه فهو من حقه تماما انه ينتقد، ومن حقه تماما انه هو يقول ان انا زعلان وحزين على فرقتي انها بتخسر، خاصة لما يكون فريق زي اليد اللي هو لتاني سيزن على التوالي لظروف كتير. انا برضو بشوف ان الجمهور ممكن يقعد يقولك انا ماليش دعوة بالقصة اللي انتوا بتحكوها دي، يعني انا كجمهور انا عايز فريق يكسب، انا كجمهور عايز افرح، انا كجمهور لازم انت كمجلس اداره وكلعيبه وكجهاز فني انت لازم يبقى معاك العصايه السحريه، انا ماليش دعوه بقى انت تتصرف ازاي، انت مشكلتك ازاي، انت واخد الفريق ازاي، انت ظروفك ايه، الظروف اللي مر بيها فريق الهاندبول اللي انا بشفق عليه، لان الهاندبول من السيزن اللي فات واواخر السيزن اللي قبليه مع رحيل بعض النجوم مع مشاكل كتيره واجهت فريق اليد، فالنهارده فريق اليد بقى في الحته دي، والنهارده مجلس الاداره اللي موجود ايا كان مستلم التركه عامله ازاي الجمهور ملوش دعوه، وانا عذره الجمهور ومتفهمه، خاصه ان جمهور الزمالك مش من الجماهير اللي هي بتاعت كوره وخلاص، هو ادم الكوره كذا. احنا الحمد لله يعني اول امبارح فزنا على النادي الاهلي في مباراه كانت محترمه جدا جدا جدا، مباراه ولادنا فيها بجد انا بحييهم قدروا ان هم يفوزوا رغم الغيابات ورغم الظروف اللي كانت محاوطه بالمباراه. انا مش عايزه اقعد ادخل في التفاصيل علشان ما نقولش اصل الحكام اصل مش عارفه، خلاص انا عندي لعيبتي لعيبه قدرت ان هي لاخر ثانيه بتحارب وبتفوز. انا بالنسبه لي فريق الهاندبول ده الناس بتزعل مني قوي قوي، وانا حاسه بكل الجماهير والله ما عنديش مشكله يعني، بس الناس بتزعل مني قوي لما اقول ان ليهم رصيد كبير قوي. انا عارفه انه ده يعني الناس بتزعل من الكلام ده، خلاص بلاش نقول ان ليهم رصيد كبير، رغم ان هم ليهم رصيد كبير وطول عمرهم بيعملوا انجازات محترمه جدا جدا، بلاش اقول الكلمه دي. انا من الناس اللي بقدر مشاعر الجماهير، ومش بحب اغازل الجماهير، ومش بحب ابقى بشتغل على فكره ان انا اقول اللي يرضي الجماهير او ارخم واقول اللي ما يرضيش الجماهير، لا لا خالص. انا ولا بطلع ولا بهتم بالسوشيال ميديا، ولا بطلع اكتب جمله ولا كلمه ولا بوست ولا اي حاجه علشان ولا احفل ولا الكلام ده، انا ماليش في الاجواء دي خالص الحمد لله. ولكن انا بفرح بعد اي بطوله الزمالك بيكسبها، وبقفل على نفسي تماما لما الزمالك بيخسر، وبحب يعني اقفل على نفسي يعني اقفل على نفسي.